أحمد الفيشاوي ينصح محمد رمضان. أنا شايف إنه هو رابر أي كلام. أنا جمهوري واقف في ظهري نمبر وان وانتو عارف نمبر وان. I'ma make you remember أحمد باشا الفيشاوي. أنا أتكلم عن نفسي مش أتكلم على بقية الرابرز اللي في الساحة، بس هو استفزني كرابر فقلت أنا لازم أرد عليه لأن ده المجال بتاعي أصلا، فقلت لازم يبقى أنا عندي رد من خلال مجالي وفني. وهل شي حتسمعوا بأغنيته قبل الاثنين اللي صورها كليب من إخراجه؟ وهالأغنية حتنزل قبل أغنيته نمبر 2 اللي كان أعلن عنها سابقاً، وإيتي بالعربي سألوا عن السبب. عشان اللي بيحصل في الوقت ده حسيت أن أنا عايز أقول أغنية تمثلني أنا كمصري، وفي نفس الوقت أقدر أرد بيها على رمضان وتصريحاته. لكن تأخيره في طرح أغنية نمبر 2 فتح المجال للتحليلات، ومنها أنه غير بكلماتها ليرد فيها على محمد رمضان بعد تصريحه في برنامج إنسايدر بالعربي عن رأيه بالطرح الفيشاوي لأغنية راب. أقول له ربنا يوفقك ونمبر 2 إن شاء الله تبقى نمبر 2، يعني تبقى تنجح وتبقى شيء عظيم. حي نفسك على نمبر 1 يعني بعدين. إزاي هو نمبر 2؟ هو بيقول لنا نمبر 2 يعني. ما بالك خلال الأغنية يعني يصير نمبر 1. لا، ما هي الأغنية اسمها نمبر 2 يعني، صح. اعتراف رسمي للعالم كله يعني. لا نهائيا انا ما غيرتش ولا حرف في نمبر 2، بس انا كتبت اغنيه جديده بالانجليزي، ده اللي انا عملته بزياده، لان احنا الحقيقه يعني بنعمل اغنيه كبيره، فيعني البادجت بتاعنا اتس ا بيج برودكشن، كل تاخيره وفي اخيره، واحنا بناخد وقت اكبر عشان نحضر. وصحيح انه الردود من خلال الاغاني شيء متعارف عليه في عالم الراب، لكن هل في حالة الفيشاوي ورمضان تحول الموضوع لشيء شخصي؟ لا، مفيش خلافات يعني، انا اصلا يعني ما اعرفوش كويس يعني، اشتغلت معاه فيلم وكان ظريف جدا وكان بجد بني ادم محترم ولذيذ، بس غير كده انا ما اعرفوش شخصيا، فمعشان يبقى في مشكله معاه. انا شايف ان هو رابر اي كلام وبقول له ده في الأغنية بتاعتي. ورأي أحمد هذا ما بيمنع أنه يعتبر رمضان قدر يحقق نجاح في عالم الغناء. محمد رمضان ناجح جدا، وإلا ما كنتش عملت راب عليه.